هذا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية صباحية كل مشاهدي الكرام. يعني كما تفضلت وان قلت ان الشريعة الإسلامية جاءت صريحة وصريحة جدا في كتاب الله عز وجل والسنة النبوية كذلكم، يعني كان يعني كانت العقوبات واضحة واضحة جدا، انه هو عبارة عن شرك بالله، والشرك بالله نعرف مقامه عند الله عز وجل، أي ان متخذ هذا الشرك لا يعني لا يرى الجنة أصلا ولا يشم رائحتها بطبيعة الحال. لكن من جانب القانوني كنت تفضلت قلت الأخت إيمان أنه إحنا الأصل تاعنا هو الشريعة الإسلامية، لكن في هذا الباب للأسف أقول للأسف المشرع الجزائري حاد الصواب وجانب الصواب في هذه النقاط، إذ أنه لا توجد أي نصوص صريحة تتناول جرائم السحر والشعوذة والعرفة في القانون الجزائري، ما عدا بعض المواد التي يمكن تكييفها كذلكم في قضايا الحال. يعني عندنا المواد المعروفة ألا وهي 150 إلى 154، فاش في الإساءة للمقابر وحرمة الموتى والإساءة الجثث وإخفاء الجثث وما شبه ذلكم، عندنا عقوبات مالية تصل إلى حدود 50,000 دينار جزائري بأقصى الحد، وكذا عقوبة تتراوح بالسجن إلى غاية 5 سنوات. هذا إذا ما ثبت أن تلكم الجثث وكانت الجثة هذه مقتولة أصلا وقاموا بأعمال تلكين، لازم تكون عندها علاقة بجثة أكيد.